قال إيهاب فوزي سفير مصر في بلجيكا أن سامح شكري وزير الخارجية سيجري عقب وصوله إلى العاصمة بروكسل مشاورات ثنائية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مؤكدا وجود اهتمام في الحلف والاتحاد الأوروبي في التشاور مع الوزير حول الأزمات التي تعصف بالمنطقة. وأكد سفير مصر ببلجيكا أن أزمة الهجرة ومكافحة الإرهاب إضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق، وسيتباحث حولها وزير الخارجية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأوضح السفير إيهاب يوسف أن التمثيل المصري في حلف الناتو خطوة مهمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الناتو ومصر التي تعد شريكا للحلف، موضحا أن الخطوة هامة وتفتح التعاون في المجالات المختلفة التي لم تكن موجودة من قبل.